الكلية اللي انت دخلتها تقديرك عامل ازاي؟ هو الحمد لله انا كنت كمان مش عاوز ابسط والدي ووالدتي او ان انا ابقى مثال مشرف لهم، يعني اللي هو انا اخس بس. هو انا الحمد لله دخلت وكنت لازم، قلت هي الكليه دي اي نعم جامعه خاصه وكده، مش الكليه اللي انا عاوزها، بس انا هعمل اثبات لنفسي فيها. الحمد لله الترم الاول في اعدادي هندسه ربنا وفقني، حصلت على الجي بي اي بتاعي كان 3.88 على ياه 4، اللي هو تقدير امتياز مع مرتبه الشرف. في الترم الثاني برافو. كان امتياز مع مرتبه الشرف، والترم ده انا دلوقتي في اولى مدني ربنا وفقني، والنتيجه ظهرت امبارح امتياز الحمد لله مع مرتبه الشرف. امتياز مع مرتبة الشرف يعني. ما شاء الله ما شاء الله. بص يا حسن، اللي زيك طول العمر يستاهل امتياز مع مرتبة الشرف. اللي كان عايز يتبرع لباباه بفص كبد، واللي حول هزيمته في الثانوية العامة لنجاح انه يخس، وانه لما يدخل كليه يمكن مش هو اللي كان عليها العين بس يتفوق فيها، يستاهل طول العمر انه يبقى مع مرتبه الشرف. شكرا جزيلا.